من قوانين النجاح قانون التعبير أو ما يسمى ببرايان تراسي. هذا القانون يقوم على مبدأين: أولا، إن كل ما تعبر عنه مؤثر أيا كان ما تقوله لنفسك بحماس، فإنه سيولد أفكارا ومعتقدات وسلوكيات متلائمة مع هذه الكلمات. ثانيا، تحدث عن الأشياء التي ترغبها وارفض الحديث عن الأشياء التي لا تريدها. من قوانين النجاح أيضا ما يسمى بقانون التوقعات. قانون التوقعات هذا يقوم على مبدأين أيضا: إذا كان ما تتوقعه بثقة فإنه يميل لأن يتحقق في العالم من حولك. إنك تتصرف دائما بأسلوب يتلائم مع توقعاتك، وتوقعاتك هذه تؤثر في مواقف الأشخاص المحيطين بك وسلوكياتهم، أي تصرف الآخرين وتعامل الآخرين معك يتوقف على طبيعة تعاملك أنت مع نفسك. ومن قوانين النجاح أيضا ما يسمى بقانون العقل. هذا القانون مفاده أن كل المسببات ذهنية، وأفكارك تصبح واقعك، وأن أفكارك خلاقة، لذلك ركز على أفكارك وانتقيها واختارها دائما. ستصبح ما تفكر فيه في معظم وقتك وما تنشغل به، لذلك داوم على التفكير في الأشياء التي تريدها بالفعل، وارفض التفكير فيما لا تريد.